أكيد شكرا لمعاوية على التقرير الجميل عن الشوكولاتة، وأكيد دائما الشوكولاتة أيضا بتزيد نسبة الذكاء، وهي دعوة للطلاب التوجيهي كثر الشوكولاتة هاي الأيام يأكلوا حتى تكون أمورهم تمام في امتحان الثانوية العامة إن شاء الله. بسعدنا في هذا الصباح يكون معنا ضيف من المملكة العربية السعودية، صاحب أحاسيس شاعر سعد هويمل البلوي، الشاعر السعودي المميز صاحب الكلمة الجميلة. أهلا وسهلا فيك في المملكة الأردنية الهاشمية، صباح الخير. صباح الخير أستاذ حازم، صباح الخير جميع الشعب الأردني، صباح الخير للشعب العربي. إن شاء الله يكون لقاءنا اليوم لقاء ممتع ومفيد لجميع المشاهدين، أتوجه لهم التحية. جميعا راح نستمتع اليوم بكلام جميل وشعر جميل، وأيضا أستاذ حسين راح يكون له تجربة أولى بترجمة شعر بلغة الإشارة، وحتى أخواننا الصوم منهم كمان راح يستمتعوا معنا في هذا الشعر الجميل من سعد هويمل البلوي. ماذا نقول في البداية في استوديو يوم جديد هون؟ في البداية أستاذ حازم توجه التحية للأردن ملكا وقيادة وشعبا، هذا البلد اللي دائما نكررها ونقول عمان هي قلب العرب النابض. نحن ننطلق من عمان، نذهب ونعود إلى عمان. عمان هي مركز الإبداع العربي لجميع الشعراء العرب، ليس للأردنيين فقط، هي ما مركز انطلاق وإبداع لجميع الشعراء العرب. مسي صبح عليكم الجميع، صبح على الأستاذ حسين، أتمنى إن شاء الله أن حضورنا اليوم حضور خفيف الدم لكم جميعا إن شاء الله. بداية الكلام، إحنا حق الأردن علينا نتوجه بكلمات بسيطة، وهي تحية وإهداء لهذا البلد الطيب، هذا البلد المعطاء، هذا البلد أهل الكرم والجود. بالتأكيد إحنا نقول سلام الأردن، سلام المحبين، سلام يرسل لك رياحين ورود، سلام يا الأردن، سلام المحبين، سلام يرسل لك رياحين ورود. يا ديرة الأمجاد أولها الحين، دار علمها بساحة العز موجود، دار الحسين وعبد الله هاب وحسين، أهل الزعامة من على وقت وجدود، نسل الرسول المصطفى مبلغ الدين، أطهر نسب يذكر على الأرض موجود، دار الرجال الغانمين الميامين، أهل الكرم والصيت والطيب والجود، دار علمها يرتفع بالميادين، وكل العرب فيها من وجاعها تلوذ، أهل العراق وسوريا مع فلسطين، تفتح لهم بيبان وقلوب وحدود، مقرها دايم على الراس والعين، مقدارها بقلوبنا دوم موجود، ويالله يلي له عبيدهم لبين، تحفظ ملكها وعلها دايم بزود. الله يسلم هالصوت، يسلم هالكلام جميل. أكيد يعني حسيس شاعر وكلام الشاعر دائما من القلب، أكيد ينبض في كل ما يراه من حواليه من أحاسيس جميلة، وهذا هو عنوان ديوانك أحاسيس شاعر. أيضا تميزت بالإضافة لهذا الكلام بالشعر النبطي الجميل، وأيضا ماذا تقول في هذا الشعر المميز الذي دائما تكتبه؟ والله أستاذ حازم وجميع المستمعين المشاهدين الأعزاء، الشعر بالنهاية هو رسالة. إحنا كشعراء سواء أنا أو جميع زملائي، إحنا نقدم رسالة للمتلقي. دائما إحنا نتمنى أن تكون هذه الرسالة هي الرسالة الصحيحة في الموقع الصحيح، وهذه نكررها دائما ونقولها. عندما تكون الكلمة الصادقة ومعبرة، هي بالتأكيد توصل الرسالة الصحيحة. نتمنى ونكرر أن تكون دائما رسالتنا هي الرسالة المفيدة لجميع المستمعين والمشاهدين إن شاء الله. أيضا يعني الشباب كثير مستمتعين بدهم شعر كمان، يعني حاولوا استغلوا وجودك بأكثر قدر ممكن من الكلام الجميل والشعر الجميل. احنا حيينا في البداية الأردن، الأردن عزيزة وغالية علينا بالتأكيد. يعني أنا بحكم كوني المملكة العربية السعودية أيضا لها حق علي، وأنا يعني استاذنك استاذ السادة المشاهدين في قصيدة يعني أيضا. كمان علاقات وطيدة وتوأمة بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية. ما في أستاذ حازم، يعني احنا دائما نقول البلد العربي هي ثقافة واحدة، لا يفرق بين، قد نختلف في المظهر الخارجي ولكن بالجوهر نحن جميعا ثقافة واحدة ولغة واحدة. صحيح. وعادات واحدة وتقاليد واحدة، فنحن جميعا لا
بالأساس شعب واحد إن شاء الله يعني. تفضل. يا للسعودية غلا مال هقياس، عشقي لها عدى حدود الوصوفي، هذه بلادي فوق مكنون الإحساس، أكبر من بيوت القصيد وحروفي، عشقي ما هو شعارات والباس، عشق الأصيل اللي إذا قال يوفي أحطها لي تاج عزه على الراس، وازرع غلاها في كياني وجوفي، هذه بلاد العز للدين براس، منار الإسلام واسم معروفي، فيها ضريح المصطفى سيد الناس، وبيت الله اللي به عبيده تطوفي، ياهيه يلي به من الحقد وسواس، قف واعتبر قدام كثر الحسوفي، نفنا ولا نرى ترى العز ينداس، وارواحنا دون العزيزة سيوفي، ومدام فينا روح وإحساس وانفاس، نرفع علمها فوق متن الكتوفي، نبقى السعوديين للمرج الأساس، باسم الوطن نهتف جموع ألوفي. يسلم يسلم هذا الكلام الجميل، ويسلم اكيد. انا حاب ادردش يمكن حازم في تفضل. السعوديه في الاردن والله مهما قلنا فنحن نظل مقصرين، احنا ولله الحمد ننعم بنعمه الامن والاستقرار في المملكتين العربيه، المملكه العربيه السعوديه والمملكه الاردنيه الهاشميه، ونتمنى رساله وجهها لجميع الشعبين السعودي الاردني الخليجي العربي، نتمنى باذن الله ان يستمر هذا الاستقرار وهذا الامن دائما وابدا ان شاء الله، باكيد بهمه الجميع والانتماء والولاء الحقيقي الصادق من الجميع ان شاء الله. يعني انا يمكن بدردش انا وياك قبل اللقاء، يعني دراستك وتخصصك هو ضد تماما هوايتك وكتاباتك وشعرك المميز والملكه الموجوده داخلك، انت تعمل مدير بنك، يعني قطاع مالي ومصرفي ليس له علاقه في الادب والشعر، لكن وايضا لك دور اجتماعي مميز، كيف تربط بين هذا المثلث الجميل ما بين الاقتصاد والمال والشعر وأيضا التواصل الاجتماعي؟ بالتأكيد كما قلت أستاذ حازم، قد تختلف الاقتصاد عن الأدب، ولكن بالنهاية الشعر والأدب هي هواية، والأعمال المصرفية أو العمل البنكي هو مهنة يعني، فدائما احنا نحاول نعطي كل شيء حقه، يعني العمل للعمل للمهنة، وقت الصفاء وقت الهدوء نلجأ إلى الهواية ونلجأ إلى الشعر ونلجأ أحيانا إلى العمل الاجتماعي، نقدم إلى المجتمع، المجتمع أيضا له حق علينا، وأنا عملت في العمل الاجتماعي وتشرف واعتز أني قدمت الكثير في العمل الاجتماعي، وهذا أعتبره شرف واجب على كل شخص، بالنهاية أنت فرد من هذا المجتمع، وهذا المجتمع كما أنت أخذت منه فهو أيضا له حق عليك أن تعطي وتبذل بقدر ما تستطيع جهد ومال، ونتمنى إن شاء الله أن نكون موفقين بجميع. إن شاء الله يا رب، وأيضا مزيد من الكلام الجميل حابين نسمع أيضا من الشعر المميز الذي تكتبه. والله إحنا ما ودنا دائما نختار الشيء الخفيف لل، فما ودنا نقيل أحيانا. يقول أنا الذي ما جيت أسامرك وأنوح، وجر صوت بالمواجع حزيني، جيتك وانا روح لقت بالغلا روح، قلت احتويها اصبحت تحتويني، لقيتها ورده شذا عطرها يفوح، وانستني العالم وجفوة سنيني، لا شفت زوله ينقلب حزني فروح، وشلون لا قالت حبيبي ظنيني، اجيه كلي وازرق الدمع مسفوح، شوق وغلا وإن ما وصلته يجيني، أمشي لها غيمة غلا برقها يلوح، أموت لجل رضاه ويعيش فيني، عايش معي وتخيله وين ما روح، عايش معي وحس به وين ما روح، حتى وأنا نايم بحلمي يجيني، أقسم قسم بالله والعمر يلوح، إنه لنفسي عند نفسي وزيني، أقولها وإحساس الأحباب مفضوح، لو قلت أخبي بين نفسي وبيني. يا سلام، مسلم، هذا شعر أيضا جميل من الكلام الجميل الذي تكتبه من خلال أشعارك المميزة. أيضا نتحدث
يعني يمكن تحدثت قبل شوي عن احاسيس الشاعر سعد هويم البلوي. الكلام الذي يخرج من الشاعر دائما له صدى خاص عند اذن المستمع، خصوصا لما بيكون الموضوع فيه غزل، الغزل بانواعه، ممكن يكون غزل لوطن، ممكن يكون غزل لأم، لأسرة، لحبيبة، يعني هذا الكلام الجميل وتعابير الجميلة ماذا يعني دائما للشعراء؟ والله الصد حازم، يعني احنا دائما نقول نكرر، الشعر هو دائما هو خالد، يعني حتى في القديم يمكن أشعار أيام العصر الجاهلي، أيام زهير بن أبي سلمة وطرفة بن العبد، لا زلنا نردد هذه الأشعار، الأشعار الدولة الأموية، الدولة العباسية، العصر القديم، دائما الشعر هو شيء خالد يبقى في المجتمع، تذهب دول وتذهب مجتمعات ويبقى الشعر، وهذا دائما احنا، ولكن احنا نحاول دائما، والذي يبقى هو الشعر الجيد والشعر المتميز هو الذي يبقى. كثير من الشعراء مروا في الساحات على مر العصور، من بقي منا احنا الان هم الشعراء المتميزين الذين قدموا بصمة. الرسالة او قدموا الكلمة الجميلة المهذبة النقية، دائما هذا هو يذهب الكثير من الشعر ويبقى الشعر المتميز. صحيح، احنا سعيدين جدا بوجودك معنا اليوم، حابين هيك تحكي كلمه اخيره وايضا قصيده، قلت لي هاي راح اخليها للاخير كمان نسميها للساده المشاهدين. والله بامانه استاذ حازم، انا والله حجم سعادتي كبير اليوم في الالتقاء بكم، اتمنى ان شاء الله ما تكون لقاء الاخير، اتمنى دائما احنا دائما ان شاء الله مرحب فيك باي وقت، اهلا وسهلا فيك وبكل الشعراء العرب ما في شك، واعيد واكرر سوف تبقى عمان باذن الله هي القلب النابض لجميع العرب سواء الشعراء او ادباء او غير شعراء ان شاء الله. فاحنا نقول للاردن، جيت يا الاردن وانا فيني من الشوق الكبير، نبض الهجوس اللي تفيض ولا قدرت اردها، وردت على وضح النقا وحروفها ورد وعبير، من هاجس مثايله مثل الصقور يهدها، هنا هنا يا سامعين الصوت موجات الأثير، قولوا معي كلمة وفا ناقف وفا ونعدها، للدار وأهل الدار واللي للوطن رمزا كبير، أبو حسين الهاشمي أطهر نسب يوم النشامة تفتخر في جدها، هذه بلاد للرجال الغانمين اللي يعزون القرى، أهل الكفوف اللي على درب الكرام بكل صوب تمدها، يلا عسى الأردن بخير وقايد الأردن بخير، سود القلوب الله على ضيق الدروب يحدها، سيروا على درب المعالي واكملوا درب المسير، انتم نشام الأردن سيوفا يلالي حدها، آقف تحيي احترام للأردنيين من الكبير إلى الصغير، موطن هل الطولات والناموس مني للنشام ودها، جيت بشموخ العز من دار السعودية ملاذ المستجير، ديرة أبو متعب مقره للوفا من حدها إلى حدها، قلته وأنا لي عزوة مثل البحر هدير، ربعي بلي في ساحة الطولات محدا قدها، حنا ترانا بالحقيقة شعب واحد كلنا بنفس المصير، جيران وأخوان وقرايب وأصدقاء، وكلمة نرددها وحنا قدها، بالصوت نعلنها على كل الملا ويصير اللي يصير، سعودي أردني لثارة الهيجة حصون المعتدين نهدها سلامتكم. يسلم يسلم يسلم، شكرا لك الشاعر سعد هويم البلوي على حضورك معنا اليوم، ودائما على تواصل إن شاء الله بهذا الكلام الجميل، ومرحب أهلا وسهلا فيك دائما في أي وقت وبكل الشعراء العرب، وأهلا وسهلا مرة ثانية. صبح بالخير على جميع الأردنيين، واتمنى إن شاء الله يكون حضوري حضور مشرف وأكون بيضت وجهي قدامكم إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا لحضورك معنا دائما، وإن شاء الله مزيد من الكلام الجميل والكلمات المعبرة بالفعل التي تكتبها دائما. مشاهدينا متواصلين معكم في برنامج يوم جديد، راح نروح لألكساندرا وأيضا فقرة خاصة عن الشموخ، خليكم معنا.